السلام عليكم، معكم أنس مدير مبيعات في شركة مساكن العقارية. جبناكم اليوم شقة غرفة وصالة مميزة على بحر مرمرة بإطلالة بحرية كاملة. خلينا نشوفها مع بعض. أول ما ندخل بيجي عنا الصالون مع المطبخ المفتوح. خلينا نشوف الإطلالة من الصالون كيف عنا رح تكون. هلا بنتابع. طبعا عندنا هون المطبخ المفتوح مع الحمام. خلينا نشوف الحمام. في عندنا ايضا هون غرفة للغسيل، غرفة مخفية، وفي عندنا الغرفة الثانية المتبقية هي غرفة النوم، وإطلالتها الجميلة هنا كمان ممكن نغرفها على بحر مرمرة الجميل.